بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنا برمجنا بس الفانكشن بتاعة الإضافة الفعلية على الداتابيس. طب احنا عايزين نعمل دلوقتي برنامج بقى، البرنامج اللي هياخد من اليوزرز الاي دي والنيم والمش عارف ايه والبيانات اللي هو عايز يضيفها ومعامل لها انسيرت فعلا في الداتابيس. فمعامل كده اكزامبل جديد، اعمل باكج على نفس الباكج بتاعتي واخش على المين فانكشن على طول. المين فانكشن بتاعتي هتبقى فيها ايه؟ عايز بس اساله هات دخل اي دي، هات هات النيم، هات هات اللي مش عارف ايه، هات كده تمام. اخد منه الداتا بعد كده اعمل لها انسيرت. فقلت له انتر امبلي اي دي، خلاص تمام. واريد اعمل فاريبل سميته اي دي ونوع انت، وهياخد ايه؟ هياخد من الريد لاين دوت تو انت، تو انت. كويس جدا. نفس الكلام برنت تاني، هقول له انتر مثلا الامبلي نيم، الامبلي نيم تمام. وبعد كده هريد برضو فال وهديله نيم سترينج، وده ايكوال ريد لاين وقوله دوت تو سترينج، اللي هو اصلا باي ديفولت تو سترينج اساسا، هو باي ديفولت بتاعه. كنت واخد كابي بيست بقى وعدل ما يلزم الجندر على طول، انتر الجندر، وهعرف فاريبل نسميه جندر ام اور اف. طبعا ممكن اقول له انبه عليه ان هو ام او اف بس، واعرف فاريبل جندر. طبعا لو انت عايز تحقق ان هو دخل الجي الام والاف وكان خلاص بقى في امكانياتك توصل للكلام ده يعني. وقلت له بقى ايه انتر الامبلي ايميل، واعرف الفاريبل ايميل، وفاضل لي مين؟ فاضل لي السالري، فاقول له انتر امبلي سالري، واعرف فاريبل سالري بس دوت هيبقى نوعه مش سترينج، هيبقى نوعه دبل. كده نكون قرينا الداتا بتاعتي كلها من اليوزر زي ما انا عايز، خلاص كده قريت البيانات كلها من اليوزر بس اعمل دوت تو دبل. كده قريت البيانات، فاضل لي ان بعد ما اقرا البيانات ممكن اعمل تراك كاتش، ممكن احط ده كله في التراك كاتش عادي مش مشكله. وبعد كده ابدا بس انادي على الفانكشن، ابعت لها البارامترز ديت واشوف اذا كان بيريتيرن ليا ترو، اطلع المسج بتاعتي تمام، كانت فولس اطلع المسج بتاعتي ان هو في مشكله بس، وخلاص تبقى الدنيا كده الابلكيشن ونجرب. فقلت له كاتش الاكسبشن، وطبعا في البرنت لاين الاكسبشن العادي، هقول برنت لاين لو في اكسبشن اطلع ايرور كولون والايرور مسج، فهقول له ايرور اكس اي اكس دوت مسج، ده في حاله الايه الايرور. طبعا المفروض انادي على الفانكشن اسمها اد امبلي، قال لي ابعت لي الاي دي، قلت له الاي دي اي دي، اللي بعت لي النيم قلت له النيم نيم، الجندر جندر، انا مسمي نفس الاسماء وده يفضل طبعا عشان ما تنساش وتتلخبط، ايميل كوما سالري وكله تمام. طيب دي بتريتريف ليا ترو اور فولس. ايه ترو اور فولس اللي هي البوليان دي، فانا هعمل اف احطها كلها في اف عشان لو كانت جايبه ترو معايا اطلع المسج اللي بتفهم اليوزر ان اليوزر اضاف بياناته بنجاح. فاقول له بس برنت لاين وهطبع له فيها الامبلي added successfully وخلاص البيانات الموظف دي اتضافت بنجاح. اما else معناها ان رجعت لي false، فمعناها ان العمليه ما تمتش، فهطلع مسج بس هقول للامبلي not added وخلاص. ونتست اللي احنا عملناه ده كده هل هو تمام ولا مش تمام. نعمل كده كليك يمين ونعمل run تمام بسم الله ونشوف. قال لي انتر امبلي اي دي، قلت له كويس تعالى نتست. قلت له مثلا دخل الموظف رقم 11، قال لي امبلي نيم اسمه ايه، قلت له مثلا عدد السبور او اي اسم، ميل ولا في ميل، قلت ام، الايميل قلت له عدد السبور ات جيميل دوت كوم مثلا، الامبلي سالري احط اي رقم يكون في فراكشن مثلا 10000 ونص، هو يقرب لان احنا قال لي ايرور نال، قلت له نال كويس. نال الايرور نال ده ايرور نال في الاي اكس مسج ما جابليش بقى ارد ولا مش ارد، هو قال لي نال كونكشن
الكونكشن ما تمش، عشان كده الكونكشن كان نل. يعني هنا عندي في الاد اف 3 انا اشتغلت بالبيل ستمنت مش عارف ايه، وعملت كلوز للكونكشن بتاعه، اصلا الكونكشن ما فتحش اساسا. المفروض يبقى اول امر في البتاع اللي هي في وقبل ما اضيف اقول له كونكت على ماي سيكوال كونت ماي اس كيو ال، وبعدين نعمل الانسيرت بتاعه من الاخر نقفل. احنا كنا ناسيين نفتح اساسا. ماشي مش مشكله، برمجنا قبل ما نفتح. ماشي مش مشكله، فاعمل ران، فقال لي الانتر ابلي اي دي 11، عدد سبور ماشي، جندر ام، الايميل عادل صبور at gmail.com تمام. بعد كده هيقول لي الايه السالري، احط نفس الرقم ماشي، وتعالى ندوس انتر بسم الله. الامبلي ادد سكسسفل، اضاف وبنجاح. تقول لا نروح نشوف الداتا بيس فين هو، مش موجود، ما كانش عندنا اصلا ريكورد رقم 11، هو اصلا 9 نتائج المفروض يبقوا 10. ندوس على براوز بس كده عشان يعمل ريفريش. اها قال لي بقى 10، انزل تحت قال لي 11 اسمه عادل صبور ام عادل صبور at gmail.com و 10 وجنيه. تمام.